فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الترتيل، منزلة الترتيل، وهي منزلة من أرفع المنازل لمن فوقها حقيقة الترتيل. وذلك أنه قد شاع فهم للترتيل على أنه تجويد الصوت بالقرآن، لكنه في حقيقة الشرع كما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمق من ذلك بكثير. فليس الترتيل مجرد تجويد الصوت بالقرآن، وإنما ذلك بعض الترتيل، أو بالأحرى بعض معنى الترتيل. وإنما الترتيل منزلة من منازل الإيمان، أي درجة ومقام لا يصلها العبد إلا بعد مجاهدة وارتقاء. يعني باش يوصل الإنسان لمنزلة الترتيل ويكون من المرتلين، لا يكفي أن يحفظ صورة أو صورتين من القرآن أو كل القرآن فيكون حسن الصوت، حسن التجويد للآي، لا يكفي، لا بد من العمل. يعني باش يكون مرتل حقيقة كما ورد اللفظ بقصده العميق في القرآن والسنة، لابد من أن يصل إلى هذه المنزلة بعد كد وجد ومجاهدة وزمن من السير. يعني اللي فهم عن الترتيل في الكتاب والسنة غيبان له بأنه مستحيل شرعا وعقلا أن واحد الإنسان جلس وبدأ يرتل، لا هذا لا يكون، لا يكون، وصار مرتلا. يعني خص الخدمة، لابد من سير، لابد من حركة وجدانية وبدنية من العمل لله بقصد التعبد، عسى أن يبلغ العبد بعد ذلك منزلة الترتيل. والحديث النبوي الشريف الصريح في هذا واضح جدا، الذي رواه الترمذي وغيره من أصحاب السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عن قارئ القرآن، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي وارتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث مشهور بصحته، وقد قال فيه الإمام الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه غيره أيضا من أصحاب السنن والمسانيد: اقرأ وارتقي فإن منزلتك. فإذن هو منزلة إيمانية ومقام من مقامات الجنة، وهذا لا يتصور شرعا وعقلا بأن ينال بمجرد تجويد الصوت بالقرآن إن لم يصحبه شيء آخر، وهذا الذي يصحبه أكثر بكثير من تجويد الصوت بالقرآن. لابد إذن من شيء اسمه العمل، وإلا كانت قراءة القرآن على صاحبها وبالا، بدل أن ترتقي به منازل تزل به والعياذ بالله دركات لا درجات. فمن هنا إذن واجب أن يفهم الترتيل ورتل كما كنت ترتل في الدنيا على أنه صعود إلى منزلة، إلى مقام صعود. فهو في الآخرة يرتل بلسانه كما كان يرتل بلسانه، نعم، في الدنيا، لكن ترتيله في الدنيا باللسان وجب أن يصحبه عمل بالجنان وبالجوارح أيضا، وإلا ما كان من المرتل ما يمكنش يطلع وهو مجرد يعني صاحب صوت أو صاحب يعني تنغيم لا أقل ولا أكثر وتغني، هذا لا يكون. أصول الشريعة ترفض هذا. وإليك بحول الله جل وعلا البيان في قول الله في سورة الفرقان من الكتاب العزيز: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. آية قاطعة لكل جدل في أن الترتيل معنى أعمق من تجويد الصوت بالقرآن، لأن الضمير ها هنا يعود على الذات الإلهية. ورتلناه، من يتكلم؟ الله رب العالمين. فإذن الله جل وعلا رتل القرآن ترتيلا، وهذا المفعول المطلق فيه المعنى ديال القوة والتوكيد وإتقان الترتيل على أعلى ما يكون الترتيل. فلا يتصور إذن تجويد الصوت بالقرآن أو تجويد القرآن بالصوت في هذا السياق، إذن هذا معنى أعمق: ورتلناه ترتيلا. ولذلك كثير من المفسرين يميل إلى أن قوله تعالى ورتلناه ترتيلا يتعلق بما جعله الله جل وعلا في هذا القرآن من نظام جميل عال رفيع
وسبك لعباراته ورتل، وسأبين هذا بحول الله، ورتل لمقاصده ومعانيه سبحانه جل وعلا. تكلم فكان على أكمل ما يكون الكلام سبحانه وتعالى كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، تنزيها وتسبيحا. الكفار قالوا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إيوا ليكون هذا القرآن نزل عليه في خطرة واحدة، لاش بالطريف بالطريف بالطريف، هذا القصد. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. والله عز وجل نزله في 23 سنة، والطالب منا اليوم يحفظه في 2 وربما أقل إلى غير الحفظ دياله والتجويد باللسان. الأطفال يحفظوه في 2 وقد يكون أقل في بعض الأحيان، والبليد الثقيل في حفظه قد يبلغ به 5 سنوات. والله عز وجل أعطاه لسيدنا محمد في 23 سنة. أو كان رسول الله حاشاه بليدا؟ حاشاه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. ولكن الترتيل حاجة أخرى، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. مكث يعني باش يبدأ يتقرأ القرآن في الأرض ويتنزل، ينزل بالطرف بالطرف، من أجلي أن تصنع كل آية واقعا وعمرانا عاليا من الإيمان والإنسان. ولا ينزل من السماء شيء حتى يتم البناء المستفاد من تلك الآيات. ونزلناه تنزيلا لتقرأه على الناس على مكث، أي بمرحلة زمنية على مرحلة زمنية، على زمان، على وقت، على عمر. ونزلناه تنزيلا. علماء القرآن فرقوا بين الإنزال والتنزيل. يقولوا الإنزال هو أن القرآن نزل خطرة واحدة، وذلك يعني جملة واحدة، وذلك نزوله من السماء السابعة من عند الله جل وعلا إلى السماء الدنيا. لما نزل نزل الأولى من عند الله حتى السماء الدنيا، وهو قوله تعالى إنا أنزلناه، ماشي نزلناه، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فين نزل؟ نزل من عند الله إلى السماء الدنيا كامل غير منقص، من الفاتحة إلى الناس، هذه أنزلناه. أما ونزلناه تنزيلا، كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. بما أنه جاب التضعيف هنا الشدة ودار الفعل اللي فيه التضعيف، دل على أنه هذا نزلناه تنزيلا، ماشي هي أنزلناه. كين الزيد؟ هذا الزيد هو أنه نازل أو أنزله الله جل وعلا على مكسين مفرق، فرقناه بالطرف بالطرف، تنزيل. ولذلك سمي التنزيل لأنه تنزل على وقائع وبنى به الله جل وعلا حياة في الأرض، بنى به حياة في الأرض. ونزلناه تنزيلا لتقرأه على الناس على مكثين. ونزلناه تنزيلا أي ترجع على المعنى السابق، على مكثين، لا يكون التنزيل إلا على مكثين. ولذلك لما نزل الله تعالى الآيات الأوائل من سورة العلق، اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، نقطة، سر الخدمة. ما زاده شيئا بعد ذلك. هذه الآيات الأوائل نزلوا وتقطع النزول في ذيك اللحظة إلى فترتين من الزمن، ثم جاءت آيات أخرى من صور أخرى بعد ليتم إنزال سورة العلق على وزان من الأحداث تأتي بعد تقريبا عام من الزمن. منزل قول الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. حتى انتشر الإسلام شوية وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة، وجاء أبو جهل وغيره من الكفار يضايق رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته إلى الكعبة وقراءته للقرآن. بمعنى إذن كانت فترات بين الأطراف ديال الصورة بعضها عن بعض، باش يعني لما كيعطيك الله عز وجل 5 الآيات أو 6 الآيات أو 7 على قدر الحاجة التي يعلمها الله جل وعلا، ما يعطيك الطرف الباقي حتى تمشي تخدم، تترد ليه الخبار ديال الآيات الأوائل، جيب لي خبارها فين هي، ما محلها من قلبك، ما محلها من عملك، ما محلها من جوارحك، ما محلها من تصرفك وتأثيرك. إلا كان شي فايدة يزيدك، ما كان فايدة بلاش. يعني هذا المعنى، هذا يدخل في صميم الترتيب، هذا جزء ركن من أركان الترتيب. أنك لما تبدأ تقرأ القرآن وتبغي ترتل حقيقة، أنك تقرأ منه ثم تجعل من قراءتك للقرآن مشروعا للعمل في الأرض.
القرآن تلاوة اللي ما تعطيش الخدمة، تلاوة اللي ما تعطيش الخدمة لمولاها والمستمع، ليست بترتيل إطلاقا. لأن لما تكلمنا من قبل عن منازل الإيمان، هي درجات تنال بالكد والجهد بتوفيق الله، اللي ما خدمش عليها ما يوصلش ليها. والجنة درجات وإنها لمنازل، من خاف أدلج في الحديث الصحيح، من خاف أدلج، والإدلاج السفر بليل، ويقصد به عليه الصلاة والسلام، هذا حديث يقصد به عليه الصلاة والسلام عمل العبادة بالليل من قيام وذكر إلى غير ذلك. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، اللي خدم بالليل يوصل المنزل المقام الإيماني. ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، لا حرمنا الله وإياكم والمسلمين أجمعين. فلذلك يعني مع الأسف لما تشوف كثير من الشباب يتعاطون لترتيل القرآن وتجويده، لكن على فراغ من الإيمان والعمل، شعروا بأن الاتجاه بالقرآن قد انحرف خارج الصراط، خارج الاتجاه الصحيح الذي هو قصد الله جل وعلا من تنزيل القرآن. لما يصير مجرد أصوات يتبارى حولها الناس ويتبارى عليها الشباب، شيء حسن، لكن يجب أن يكون على عمقه وعلى وزان القصد الذي أنزل الله جل وعلا عليه القرآن الكريم، وإلا فلا ترتيل. والقرآن حجة لك أو عليك، نسأل الله العافية. فإذا ورتلناه ترتيلا، ربي يتكلم بأنه هو جل وعلا رتل القرآن ترتيلا، أي بناه على نظم من الإيمان ونظم من العمل منظم، لأنه الريتل، وقلت سآتي على هذا، الريتل هو الشيء المنظم، في حاجة منظمة قادة، كتقول ريتل أو أرتال من الجيش، يعني صفوف منظمة لها قيادة لها أجنحة عندها واحد تركيبة معينة، أرتال ريتل. وسميت في العربية الروتيلاء، العنكبوت هو الاسم ديالها، العنكبوت. ومن صفاتها التي صارت تطلق عليها إطلاقا لقبيا حتى اشتهرت في العامية بهذا اللفظ وهو عربي الفصيح، الرتيلة كلمة عربية قديمة، الروتيلاء. علاش؟ لأنها كتنسج العش ديالها بواحد الشكل منظم، إلا بغيت تقلدو توحل، إعجاز إلهي عجيب. منظمة الشغل ديال الروتيلاء، منظم الشبكة ديالها، منظمة محكمة مدققة، تنسج وهي حشرة ضعيفة ما كتغلطش في النسج ديالها، ما تزقل شيء النفدة ديالها، شيء ناجي. ولذلك سميت روتيلاء، لأنها ترتل، ترتل هكذا، لأنها ترتل عشاها. نحن الذين لا نرتل أعمالنا مع الأسف، ولو رتل المسلمون حياتهم لكان أمرهم وشأنهم شأن آخر، نعيش في فوضى تناقضات. الترتيل ما ضده التناقض، هذا ضد دياله. ولذلك أفعالنا تناقض أقوالنا، لا ترتيل، هذا التناقض، هذه الفوضى. فإذا كان قارئ القرآن يزعم أنه يرتله ويخالف عمله قوله وقوله عمله، هذا متناقض، شخصية منفصمة، لا ترتيل له. الترتيل أن يكون عند الشخص انسجام بين قوله وعمله وقبل ذلك وبعد ذلك، قصده نيته تكون مزيان. فإذا كان يقصد بتلاوة القرآن حظا من حظوظ الدنيا فلا ترتيل، لأن القرآن عبادة، وهو يقصد مقصدا من مقاصد العادة، والعادة شيء مخالف للعبادة. فإذا عنده تناقض وجداني بين القول والعمل، لا ترتيل. الترتيل الانسجام، فمن نخلط على راسي ولقى راسي مخربق، ما مقادش أنا، ما مقادش، يجب أن أرتيل. والذي يرتلني وأرتله القرآن الكريم، أرتله أي أنظمه على وزان القصد السليم، قصدا أولا، قصدا ولفظا وسلوكا. والقرآن بعد ذلك يرتلني، لأن الله قبل ذلك وبعده أرتله وارتلناه ترتيلا. فالشيء المرتل لما كتخضع له هو يرتلك، أي ينظمك وينسجك، كيبنيك ويركبك، يعني نسيج مقاد، يبقاش عندك تناقض في شخصيتك. إذا خضعت لمنسجاته، خضع لمنسجة ديال القرآن وتشوف اش يوقع لك، تصبح شخصا آخر. وقد رتل القرآن جيل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصاروا جيلا كأجمل ما تكون الأجيال، منظم منسق في قصده، قصدهم واحد، عبادة الواحد،
والجهاد في سبيله دعوة وعملا وسلوكا إلى أن رضي الله عنهم ورضوا عنه. سجان بين العبد وربه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا ترتيب. فإذا قرأ القرآن أحدهم حق أن تتنزل عليه الملائكة، كما وقع لأسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الأنصاري، يقرأ سورة الكهف بليل فتنزلت، في الحديث الصحيح في مسلم وفي غيره، فتنزلت الملائكة كالسروج، جمعوا سراج، يعني كتقولوا بدي انا كنقرا الملائكه ما كنشوف والو، النظام ديالك مخربك، القران كيطيح في الخاوي، كيطيحش على مضعو. اما ذلك الصحابي كان مرتلا، واذ كان مرتلا يرتل، هو ما منظمش ويقرا القران، ما يمكنش ما يقرا القران مرتلا الا الذي كان هو في شخصه مرتلا. فيجب ان نرتل انفسنا لنستطيع ترتيل القران. هذاك الحديث العجيب حقيقة مثير للتدبر والتأمل، كيف أنه كان يقرأ القرآن وهو يعني ليس بنبي، وتنزل الملائكة تستمع الذكر، إن فرسه جعل التجول، يعني كان رابط العودة دياله وبقات كتنطر من لوتد ديالها بغيت تفر وفزعت من الأنوار التي تنزلت، هو كان ولده الصغير نعس تما وخاف تمشي تدهسو وتهرسو، فسكت فسكنت، غير وسكت وديك العودة هي رصعت، ثم جعل يرتل فجعلت تجول مرة أخرى. ففهم بأنه كاين علاقة بين ترتيل القرآن دياله وهذيك العودة الحالة النفسية ديالها. فإذا به يرفع بصره إلى السماء فرأى كالسروج، الأنوار منزلة بحال الترية ديال الضوء منزلة، فجعل ينظر إلى ذلك وقد سكت وتبهت، ما بقاش يقرأ القرآن لأنه تعجب في داكشي، وهي جاية للقرآن، ملي هو سكت بدات كتطلع حتى غابت. فلما كان الصباح أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما قال له كلمة من ذلك الرسول يقول له اقرأ أسيد، زعما كيقصد له علاش تقطع، علاش تقطع القرآن، فزعت الدبة قرأ، نزلت الأنوار قرأ، علاش تقطع كل مرة، هذا كيحكي فوقع يا رسول الله كذا كذا، وجعل الفرس تجول، النبي صلى الله عليه وسلم كيقول له اقرأ أسيد، فخفت يا رسول الله كذا وكذا، كيقول له اقرأ أسيد، حتى كمل قال له لو بقيت تقرأ لا بقيت، يعني هذه الملائكة حتى يراها المسلمون في الصباح أو في الغداء أو كما قال عليه الصلاة والسلام، تبقى هكذا الليل كامل حتى الصباح تيشوفوها الناس. هؤلاء كانوا مرتلين حقيقة. هذا الترتيل كاينش تناقض في الذات ديالنا، ظاهرنا يكسر باطننا وباطننا يكذب ظاهرنا، هذا ماشي ترتيب. فإذا حينما ندخل في نظام، القرآن راه نظام، إلا بغيت تدخل له خصك تكون منظم، إلا ما كنتش منظم غتبقى تخسر الشغل في القرآن. هل شي واحد يعني عايش في واحد البيئة ما فيهاش النظام نهائيا، فوضى، يعني بعض المؤمنين مبليين يعني بالفوضى، عقله ما منظمش، كتلقى مثلا يعني في المنزل ديالو بيت النعاس تلقى مثلا يعني من غير ضيق، ماشي زعما لانه الضيق عنده، ولكن كثير هاد الدائره موجوده، هو مخه ما منظمش، بيت النعاس يعني تلقى مثلا يعني بوطاغاز، تلقى الصباط ديالو، تلقى يعني اي شيء يمكن لك تلقاه تما، او يعني في الكوزينه تقدر تلقى شي حاجه اللي ما عندهاش علاقه بالمطبخ نهائيا، هذا المخ ديالو غير مرتل. فاذا كنت انا غير مرتل على المستوى الديني، عندي تناقضات في أعمالي وأقوالي ومقاصدي، راك غادي تدخل القرآن وتبدأ تدرس فيه، ماشي تدرس بالمعنى الشرعي، لا تبقى تخسر حقيقة، لأن القرآن منظم ما يدخله إلا اللي منظم. شكون اللي منظم؟ كان قصد منظم دينيا تعبديا، ما عندوش تناقض، ساوى قصده عمله ووافق عمله قصده، وذلك وهذا كله منسجم مع مقاصد القرآن الكريم، يتتبع قصد الشارع حيث يتنزل على قلبه آية آية، منظم منسجم مع كتاب الله عز وجل، فهذا يصل بإذن الله إلى مقاصد القرآن. وكلما قرأ ارتقى، هذا هو المعنى، كل ما قرأ كيطلع درجة، ما قالش شي في موضعه. المرتل في الدنيا كلما رتل الآية أو قرأ الآية ارتقى درجة، ولذلك يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي، راه الدرج هادو، راه هاد المنزلة العالية راه عندك، راك في الدنيا أحرزتها، راك ربحتها في الدنيا، فالآن غنديروا لك واحد يعني كأنه نوع من الاحتفال به، اقرأ وارتقي وارتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. اللي عنده تناقضات في دينه وعبادته ويخالف إلى ما نهى الله عنه ولو قرأ القرآن ألف مرة
لا ترتيل له ولا يدخل في مقصود حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام اقرأ وارتقي، بل هذا والعياذ بالله سأل الله العافية يعكس السلم أو ينعكس به السلم، بدل ما يطلع بدأ يهبط. فرب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، وهذا المعنى على الأقل، المعنى على الأقل صحيح حقيقة. الترتيل إذن تنظيم القلب، تنظيم الوجدان، تنظيم الإحساس على مقاصد القرآن الكريم حتى لا يناقض قصدنا قصد الله جل وعلا، وتنظيم السلوك على وزان مقاصد الآيات أيضا. ولهذا حينما قال الله جل وعلا لرسوله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو أنقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. علاش؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والقول الثقيل الأعمال التي تتضمنها الآيات من الأمر والنهي، هذه الأعمال الجليلة اللي هي الشريعة، لا يمكن لمن يعيش الفوضى في دينه أن يحملها. ورتل القرآن ترتيلا، ماشي بالصوت فقط، بل ترتيل اللفظي نعم، ولكن علاش؟ ما نقصد من ترتيل اللفظي؟ حتى يتسنى للقلب أن يتدبره، وإلا فلا فائدة. باش يعني لما كترتل اللفظ كتعطي فرصة للقلب، ما كتزربش عليه، كتعطي فرصة باش يقبط بالمعنى بالمعنى. فيتم آنئذ ترتيل القرآن على وزان حاجات الجنان، القلب يعني الجنان هو القلب، الحاجة ديال القلب ديالك مريض هنا، تقبع عندي هنا، هذا يعني شيء معوج هنا، فتتنزل الآيات لتعالج اللطائف النفسانية التي توجد في النفس والآلام التي تعاني منها الروح. القرآن أيها السادة شيء عجيب جدا لمن فقها حقيقة القرآن، ما نأخذوش القرآن على أنه مجرد ألفاظ تتلى وحسب، بل هو ألفاظ نعم، ومقاصد ومبان ومقاصد عالية عالية رفيعة، لأن القرآن الإخوان كلام رب الكون، ما يمكنش يكون كلام رب الكون سبحانه وتعالى مجرد يعني ألفاظ والسلام، معناها يعني محدود عند حدود اللغة. معاني القرآن أعمق بكثير من اللغة، ولذلك الغوص في ألفاظ القرآن يعني يخرج إلى ما هو أعمق بكثير من الأوليات العربية. كان قصد يعني ماشي غادي يخالف يعني قواعد العربية، لا لا بد منها باش ما يمشي يفهم شي واحد القرآن يعني بما يناقض العربية، هذا لا يجوز قطعا معروف، ولكن راه أعمق مما قصدته العرب من اللفظ، أعمق بكثير، لأن المتكلم به هو رب البشر، رب العرب والعجم، أعمق بكثير من الخطاب العربي العادي. اللغة الإلهية أعلى بكثير من اللغة البشرية، ولو اشترك اللفظان من حيث الصيغة لا أقل ولا أكثر، وإلا في القصد بحر لا ساحل له. لهذا إذن كتدخل في هذا النظام الكوني الرفيع، لأن القرآن الكريم هو دليل الكون، كتالوج ديال الكون، دليل الكون. والكون كما ترى، كما تراه العين الباصرة غير العين ديالنا الضعيفة، وكما يتحدث عنه أهل الفلك وأهل العلوم صفة عامة، يعني من البيولوجيا الجيولوجيا العلوم الفضاء، منظم تنظيما رهيبا دقيقا يحار العقل ليعرف السر الذي انبنى عليه هذا النظام الكوني الرفيع. والقرآن كيتكلم على هذا النظام كله من أقصى نقطة في عالم الغيب، مما لا يدركه الإنسان، من البيت المعمور إلى البحر المسجور. يعني القرآن هو نظام النظام، إذا كان الكون كله نظام فنظام هذا الكون هو القرآن، فكيف يمكن لشخص يعيش الفوضى أن يدخل هذا القرآن؟ لا يستطيع، ما يمكنش. ولذلك القرآن تنقافل أبوابه، من اللي واحد يدخل ومرون ما هو غير كيدور يرفق بالألفاظ، البيبان ديال القرآن مسدودين عليه، مسدودين عليه، ما يعطيه شيء سنتيم من الحقائق الإيمانية. أما من دخله خاضع القلب ذليل الوجدان منكسرا بين يدي الرحمن يرجو رحمة الله جل وعلا أن تنفتح له هذه الآية أو تلك، هذا أعطى الطوع من البداية ومطعت ما تطعطع، وهذا بدء النظام وبدء الترتيل. الترتيل كيبدأ قبل ما يتحرك اللسان، ماشي حتى يبدأ يوجد راسه ويقد لسانه ويضبط المقامات الصوت دياله كما يعبرون، لا قبل ذلك. إلى ما دوش الترتيل في القلب أولا راح حرق مرحلة الانطلاق، ولا تطير الطائرة بغير سير في الأرض أولا، ما يمكنش حرق واحد المرحلة، إذن راه غير كيمثل علينا ما كيقراش.
غير كي يمثل، لا أقل، مجرد تمثيل، مجرد استعراض لصوت من الأصوات. أما وأنه بدأ بترتيل قلبه أولا وبنى قصده على وزان قصد الله جل وعلا من التعبد، فهذا قد بدأ فعلا يرتل ولو لم نسمع شيئا بعده. خمس المنطق بالآية راه بدأ الترتيل، الداخل بدأ يخدم فيه. فإذا انطلق بالقرآن كانت الآيات تتنزل عليه هو أولا بالخشوع والخضوع والذلة بين يدي الرحمن. فإذا سكت وجد نفسه مثقلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وجد راسو عمر طافي ما بقيش قد يتقعد بسبب ما ترتب على كاهله من العمل، ولا مطالب بهادي وهادي وعد ما كيقراها ونضل الخدمة. ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه منزلة حقيقية وعالية عالية عالية. والله جل وعلا كما في القرآن وكما في صريح الحديث ضمن لصاحبها مولى هذه المنزلة، أعطاه من أعلى مقامات الجنة حقيقة. احنا كتجينا تبنى سهلة وكذا، اللي عنده الصوت مزيان يعني كما يمكن له يغني، يمكن له يقرأ القرآن، يدخل الجنة بهذه السهولة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ولذلك سبحان الله العظيم من اللي كتبغي فعلا تذوق الحلاوة ديال القرآن تحس بواحد راه غير مجرد كيغني، سبحان الله العظيم لا يصل شيء منه إلى قلبك، وتمشي لواحد باقي كيتلعثم بالقرآن باقي الحروف معدبينه، ولكن شعره من الصدق في قلبه بما يعبر به حاله قبل مقاله. كيعجبك تصلي من وراه ويعجب لك تصنطلو وهو يرتيل، هو محن مع القرايه، راه ما عندوش الترتيل اللفظي، مازال ما عندوش الترتيل اللفظي، ولكن عنده الترتيل القلبي وعنده الترتيل بعد ذلك السلوكي. كيأثر فيك وقد يبكيك وقد يجعلك اكثر اتعاظا من اي شخص اخر جود باللفظي ولم يجود بالقلبي. الترتيل منزله يعني درجه، خدمه خدمه خدمه، لا يمكن ان تكون من المرتلين الا بعد عمل. ولهذا يعني واحد الكتاب يعني تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم، وشدوا النبي صلى الله عليه وسلم، شدوا النبي صلى الله عليه وسلم في 23 عام، تتشدوا في عام ما ممكن أبدا، هذا لا يتصور في العقل، لا ممكن. وقد كان عليه الصلاة والسلام أفطن الناس، ما كانش شي واحد اللي عنده الفطنة والذكاء بحال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أفطن الناس على الإطلاق من آدم إلى آخر من يكون من الذرية البشرية، من آدم إلى آخر من يكون من بني البشر أفطن الناس. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، جهال عارفوش بأن هذا القرآن ماشي شعر، سحب لهم القصائد ديال عمرو بن كلثوم والحارث بن حليزة وطرف بالعبد ومرؤ القيس، هذا ليس بكلام عادي، هذه الخدمة، هذه الحياة، هذه الصنعة ديال بنادم. هذا القرآن يصنع الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من سفه العقلي إلى كمال الوجدان وإلى رفعة القلب. خرج عمر بن الخطاب من واحد القلدة في البداية في الجاهلية دياله، قلدة يعني خاوية يصارع الناس كيلعب المصارعة، يطيحني نطيحك، هذا عقله، ويعبد صنما من الحلوى النهار كله ويأكله في المساء ويأيد ابنته، بنت تزاد عنده تطلع له الزعاف يدفنها في الأرض. إلى رجل يقود حضارة العالم بالترتيل، الترتيل كان سيدنا عمر مرتيل، لأنه ورد عنه رضي الله عنه وكذلك وردت الرواية عن ابنه أنه هو قرأ البقرة في 10 سنين وولده في 8 سنوات، ولما قرأ ذبح جمل جزور، نحر جزورا ودار حفلة أنه كمل البقرة. لذلك يعني لم يكن من البلادة بحيث لا يحفظها إلا بعد 10 سنين أو 8، كان له يحفظها وعربي فصيح، حفظها في شهرين أو في أسبوع، ولكن المقصود كان يرتيل يرتيل، وارتلناه ترتيلا، والترتيل عمل طويل. ولذلك الترتيل ينتهي بصاحبه التشكيل كما عبر أحدهم من الترتيل التشكيل، يشكل بنية النفسية والوجدانية ديال الإنسان. إذا كان يرتل حقيقة، القرآن هو هذا يصنع الإنسان، يعني كل المعامل تصنع أشياء، والمعمل ملي كيصنع شي حاجة عنده الطبع ديالها كيدير عليها ماركة مسجلة صنع في كذا باش كيحمي البضاعة ديالو، كيقول أنا المسؤول على هذه الصناعة، ليعلم الإتقان أو عدم الإتقان، ولي يعني يأمن التقليد وسرقة البضاعة. كل شيء من المعامل يصنع وينتج،
وكل المنتوجات بضاعة إلا القرآن فإنه معمل الإنسان. ينتج الكائن الحي الأعلى اللي هو الإنسان، أعلى كائن حي خلقه الله هو الإنسان على الإطلاق. فلهذا إذن القرآن الكريم الذي يخرج هذه الصناعة هذا معمل ما كاينش بحاله، معمل غريب عجيب. ولو أن هذه الأمة فعلا دخل الناس منها أفرادا وجماعات إلى معمل القرآن لتخرجوا منه ولا خرجوا قوما آخرين كما دخله أصحاب محمد سيدنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام، فكانوا قبل أن يدخلوه همجا، همج عرب جاهلية، ولما خرجوا كانوا ولا كالملائكة، يعني الملائكة كتغير منهم بالمعنى، يعني ولا كالملائكة يعني طبقة عالية من الخلق الإلهي الرفيع، كانوا سادة الدنيا وأيضا سادة في الآخرة، سيادنا فعلا أصحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. المدرسة اللي تصنعوا فيها والمعمل اللي خرجوا منه وتصنعوا منه هو هذا القرآن، والطرز اللي خدمهم هو الترتيل، ورتل القرآن ترتيلا، وحملوا فعلا ذلك القول الثقيل وفتحوا به البلاد وفتحوا به العباد، أيضا فتحوا به القلوب بإذن الله جل وعلا، وصار الدين دين العالم الأول ما شاء الله من الزمن حتى تخلى الناس عن القرآن. فلما تخلوا عن القرآن تخلى عنهم الترتيل، أي نزلوا إلى دركات الفوضى. هو حالنا أفرادا وجماعات، يعني هذا الفوضى راه كيعيشها كل واحد فينا في نفسه، يعني الداخل كتعيش الفوضى في راسك، ما تلقاش انسجام عندك، تناقض في شخصيتي بين هذا وذاك، تتناقض الرغائب ولا يتحد القصد عندي على قصد واحد. ومن جعل همه هما واحدا كفاه الله هموم الدنيا والآخرة كما ورد في الأثر. عندنا احنا هموم متناقضة، بغيت الدنيا وبغيت الآخرة، وهذه حرام وهذه حلال، وهذه مخصني نديرها وهذه مخصيش نديرها، وكل شيء بغيته ما ممكن. ولذلك حينما جاء أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سيدنا محمد: يا رسول الله، إن شعائر الإسلام قد كثرت علي، فقل لي في الإسلام أو في الدين قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أو كما قال، يعني تخلطوا ليه الخيوط، كثرت عليه الأحكام، قال له قل لي واحد الكلمة نديرها صافي نتقد. قال له سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. الاستقامة الترتيل، قل آمنت بالله ثم استقيم على أي شيء، لأن الاستقامة فيها واحد المعنى خصو يجي يعرفه الضمير، وإن لم يعبر به في التعبير وإن لم ينطق به في التعبير، وهو ثم استقيم على قولك آمنت بالله، ماشي تقول آمنت بالله وأنت تنحرف إلى أكل الربا وشرب الخمر والتعاطي للزنا وسائر الموبقات. إذن ما راكش خدام بقول آمنت بالله، خصك ترتل ثم استقيم على وزان قولك، كنش عندك تناقض بين قولك وعملك. فالترتيل المطلوب للقرآن ترتيل القصدي أولا، وترتيل اللفظي ثانيا، وترتيل السلوك ثالثا وأخيرا. كيف ترتيل القصد؟ حدد الاتجاه، بغي تقرأ القرآن، بغي الدين، انت غادي فين؟ حدد الاتجاه، وحد القبلة، كنش عندك عشرات القبلات. التناقض الذي تنطق به الحكمة البائرة ديال المجتمع، شوية العبدي وشوية ربي، حكمة بائرة، هذه شيطانية. بل الكل لله، عملك لله، تجارتك لله، زواجك لله، كل شيء ينبغي أن يتوحد فيك نحو وجهة واحدة، الله رب السماوات والأرض. وحد القصد انت غادي فيه، إنما الأعمال بالنيات، في حديث سيدنا عمر الذي يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيح: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما عندك غير، وإنما لكل امرئ ما نوى، ما عندك إلا داك الشيء اللي نويتي من قراءتك أو تجويدك أو عملك ماشي. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لأنه لم يرتب، لأنه لم ينظم ظاهره مع باطنه، لأنه لم يبني قصده على قصد الله. فوحد القصد، وحد الاتجاه، حدد البوصلة. إذا كان الله جل وعلا هو قصدك وبنيت كل عملك على هذا فقد بدأت الترتيل وانطلقت الانطلاق الحسن، لأنه إذا ما بديتش مقد صعيب تقدم من بعد، خرج تعوج طبيعي أنك غادي تطيح من بعد. فخرج مقد من البداية، والبدء بالقلب،
البدء بالقلب. إذا لم يتوحد القلب على قصد الله جل وعلا فلا عمل ولا انطلاق ولا وصول، يمكن يوصل ولكن الجهة الأخرى، صلى الله العافية. فإذا رتل العبد قصده وجب بعد ذلك أن يرتل لفظه بكتاب الله جل وعلا وبغيره من الأقوال. أما بكتاب الله فالترتيل معروف، تجويد الصوت بالقرآن، نعم، آية آية، باش تعطيك ما ذكرت قبله الفرصة للقلب ليتدبر، لأنه قصد الترتيل. علاش مطلوب منا نجود اللفظ بالصوت الحسن وبقواعده المعلومة عند أهله حتى تتاح الفرصة للقلب ليستجيب للواجب الشرعي إزاء قراءة القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ربي تعالى اتهم القلوب، يعني لم ترتل القصد أولا، هو بديع وجه، ولذلك لا يحصل له التدبر ولو نمق الألفاظ صوتا وتجويدا، لا يحصل له الاستفادة من القرآن ولا يعطيه القرآن وحقائق الإيمان، وتنغلق عليه الأبواب لأن قلبه منغلق، قلبه مسدود حتى القرآن كيتسد له ما يعطيه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولذلك وجب ترتيل القلب، أي ترتيل القصد، أي ترتيل النية وتصفيتها من كل شائبة حتى تكون خالصة لله. ثم ركبت ثم قلت أعطي القرآن حقه، فإن لم تكن متعلما فتعلم، تعلم تعلم يا أخي الصنعاء اللي راها غادي تنجيك في الآخرة، وهو واجب على كل مسلم أن يتعلم كتاب الله جل وعلا على قدر طاقته حفظا وتجويدا. واجب يكون عندك شيء من القرآن تحسن قراءته بهذا المعنى الشامل، ماشي المجزء المقطع المشتت الذي هو فوضى، لا، بل بالصورة المنظمة المرتلة قل منه أو كثر، ومنازلنا ومقامتنا على قدر ما عندك من القرآن بهذا المعنى، ماشي بالحفظ العام، لا، بهذا المعنى الكامل الشامل. ولذلك رب شخص، أقول رب شخص، يرتل سورة الفاتحة أو يرتل سورة الإخلاص عنده قل هو الله أحد مغرزة قصدا ولفظا وعملا، خير من آلاف الناس الذين يحفظون الكتاب كاملا لا يرتلون منه آية واحدة بالمعنى دائما. الذي نتحدث عنه في خصوص هذا السياق من الترتيل بما هو منزلة إيمانية، بما هو منزلة إيمانية، إنه كل آية راه درجة يا أخي، كل آية درجة، فإذا درجة تساوي خدمة، لا يمكن أن تكون الآية درجة إن لم يترتب عنها عمل. وقد جمع أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله شيخ المقاصد هذه المعاني كلها في قاعدة مقاصدية رفيعة، فقال كل علم ليس تحته عمل فهو باطل، ضيعت في الوقت، كل علم ليس تحته عمل فهو باطل. فتعلم القرآن كان عند أصحاب رسول الله كما كان عند رسول الله بهذا الوزن، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لا، مش هكذا، وإنما رتله الله جل وعلا عليه. الرتبة الثانية إذن من ترتيل، ترتيل اللفظ. وما ترتيل اللفظ؟ ليس حتى مجرد التجويد والتحسين للصوت فقط، ماشي غير يكون الصوت مزيان واللفظ يعني كتقدو كما هو معروف ومشهور، لكن حاجة أخرى قبل هذا الشيء عود دائما في اللفظ، وهو أن تنطق الحرف متمكنا منه. هذه الدرجة الأولى، تمكن مزيان من الحرف، إذا كتنطق الباء قول لها باء وإلى الجيم جيم وإلى الدال دال، عاد كتجي المرحلة الثانية في اللفظ دائما، وهي تحسين الصوت بالقرآن أو تحسين القرآن بالصوت، فلا يزيده إلا حسنا على حسن. طيب كاين اللي ربي ما عطاش الصوت الحسن من غير يجيب الترتيب، لا عنده الترتيب، يقد الحروف ديالو، يقد الحروف، يعني الضاد ما تخلطاش مثلا بالدال، خلي الضاد ضاد، انطق عربي، ثاء خليها ثاء ما تخليهاش تاء كما يحرفوها كثير من المغاربة، ثم يقول لك ثم، هذا كلام سيء. فلذلك لما تحرص أن تخرج الحرف كما يعبرون من مخرجه الطبيعي فأنت مرتل. الصوت مزيان ولا مزيانش ما كيهمش، ما كيهمش، لأن الصوت بحال الصورة دلوجه، وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. غير قول الكلمات الألفاظ مقدة، لأنك حينما تنطق باللفظ وبالحرف بصورة جيدة يساعدك ذلك على تبيين المعنى، من اللي تخلط الألفاظ أتوحد. ف
فالمقصود يعني أنه حينما يكون الحرف بالمخرج دياله فقد قطعت شوطا مهما جدا من الترتيل، وهذا الأساس الأول في ترتيل القرآن لفظا من بعد ما حققته قصدا. ولهذا قلت ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور المتداول: إن لقارئ القرآن بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولا أنت كتقرأ القرآن وكتمضغ الحروف كيدير يحسبوا لك مشاو لك الحروف، فأنت الخاسر في نهاية المطاف. لا أقرأ الحمد لله يحسبهم وحدة وحدة باش ما تضيع لك حتى وحدة، كما في حديث عائشة على قراءة القرآن الكريم ويعني خطاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني كان فصلا فصلا، يعني كلمة كلمة لو شئت لعادته عدا. تحسب كلامه بالكلمة بالكلمة، واللي يحسب الكلمة يحسب الحرف، ولهذا يكون الأجر على وزان الحرف. فإذن باش ما يمشيوش الناس غلط يقول راه في الترتيل خصو يكون عنده الصوت حسن، راه داك الشيء مزيان، ماشي تفهموا مفهوم المخالفة أنه التجويد بالمعنى ديال الصوت الحسن راه ما مزيانش، كلا لا أقصد هذا، ولكن راه أهم وقبل من داك الشيء كاين عندنا واحد المشترك عام بين جميع الناس، سواء اللي عنده الصوت واللي ما عندهش الصوت، مقادين في الترتيل فيه مقادين، وهو التمكن من نطق الحرف كما أنزله الله، ما تحرفوش. فإن كان في الإنسان عاهة في لسانه فالله جل وعلا لا يحاسبه على ما فوق طاقته، ما غاديش يحاسبك إلا لم كيتخلط عندك من النون خلقة ولا الرمى كتخرج الشاي وشي دخل، لا تكلف نفس إلا وسعها أبدا، واش عندك شي مشكل وما يضيعلكش إن شاء الله الأجر ديال الحرف واخا عوجته، لأنك لا تقصد إلى ذلك واحد ثم لا تستطيع تعلم الحرف الصحيح إلى غير لأنك ما عارفش، خصك تعرف وجب أن تتعلم. ولكن إذا كانت الأمر يعني فيه خلقة هكا خلقة أو شيء متوارث مسألة وراثية فلا إشكال، لا إشكال، ربي كريم سبحانه رحمن الرحيم سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا حصل وقلت الغاية ديال الترتيل اللفظي باش تعطي الفرصة للدرجة الثالثة في الترتيل من بعدي ترتيل القصدي وترتيل اللفظي، ترتيل قلت القلب أو الجنان أو ترتيل السلوك، يعني صافي كتبدا تنزل ديك الساعة المعاني على القلب، لأن راه انطلقنا من القلب في تصحيح النية ومشينا لللفظ رتلناه مزيان خدينا المعنى فين مشينا عاود للقلب، لأن القلب سيعطي الأوامر للجوارح باش تمشي تخدم، الجوارح للدين والرجلين واللسان والعينين والودنين، القلب حاكم على البدن، ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح البدن كله وإذا فسدت فسد البدن كله، ألا وهي القلب. ولذلك القرآن كيعاود يتنزل على القلب من بعد ترتيله قصدا وترتيله لفظا، يتم تنزيله على القلب ونزلناه تنزيلا. وفي الآية الأخرى اللي تقرأه على الناس على مكفين، فإذن ورتلناه ترتيلا في الآية التي قبلها وهذه ونزلناه تنزيلا، تنزل على القلب ورتل بشكل كل شمول. لما تطبع المعاني ديال القرآن على قلبك تطبع يعني بصمات القرآن الكريم تطبعات على القلب ديالك ستخرج سلوكا طيبا كالمسكي، هذه هي المنزلة، تلك منزلة الترتيل. فاللهم اجعلنا من المرتلين حقا وصدقا، وجعلنا من التوابين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.